أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما. أعزائي أحبائي عشاق سيدة جميلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد العام اللي راكم تشوفوني مع الجاردة تاعي مع البستان الصغير نتاعي، كنت هضرت لكم وقلت لكم بعد ما انتهينا من المشروع نتاع البستان هذا راح نفوتوا المشروع آخر تركبوه. على العموم مازال ما كنت راح نبدا نفوت لكم المشروع نتاعي، ولكن متعتكم شويه بالعنبات اللي غرستهم ان شاء الله ربي يعمر ويثمر كما نقولوا حنايا. عنبات اللهم صلي على النبي، ان شاء الله يجيبوا لنا الغله وتجيوا احبائي ضيوف عندي، ونحط لكم كربايه تاع العنب بارده مسكينه. الله الله، اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. وانما اعزائي علاه استبقت الحدث ودرت هذا الفيديو هذا قبل ما نفوتوا للمشروع، والله غير حابه نحكي شويه معاكم، حابه نهضر شويه معاكم. كاينين عشاقي وكاينين كذلك مع لي زابوني، حابه نهضر مع لي زابوني نتاعي وكل اون جينيرال. على العموم كاينين ناس يتبعوني هايلين ما شاء الله عليهم، وراني تقبلت منهم لي كومونتير. الله الله على لي كومونتير الايجابيه، وكاينين بعض لي كومونتير سلبيين ان شاء الله راح نجاوب عليهم. مالغري افيك تو مي ريسبي جو ريسبكت لي كومونتير موفي، نحترمهم ونقدرهم ونستقبلهم في نفس الوقت. انا ما عنديش مشكل، جو فوغوميرسي انفينيمون. كل واحد لي حريه التعبير، كل واحد لي يعبر كيما يبغي وينتقدني كيما يبغي ويعلق عليا كيما يبغي. على كل حال قبل ما نهضر على هذو لي كومونتير وعلى هذو الغاشي لي زابوني، نشكر بزاف 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 انسانه طيبه صاحبه هذا الخمار. تحيه ليك باختي جمعه بقايس، وتحيه لكل العائله، وتحيه كذلك لخوتها راهم عندهم مطاعم. اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ربي يكثر عليهم الغاشي ان شاء الله. كاينه سيده صاحبه هذا الخمار دارت لي هدايا وجات عندي الغوفي وين نخدم مقر العمل تاعي. صوروا احبائي، السيده هذه جات عندي سلمت لي على جبيني، سلمت لي على راسي، سلمت لي حتى على يدي، يا ربي يرفع بقدرها، والدموع تسيل بغزاره. آه. كيف يبكي عليك انسان من شده حبه ليك ويبكي عليك. جابت لي هدايا وكان الحلم تاعها اغلى حلم تاعها انها تسلم على السيده جميله، قلبها معمر ويتيمه بقولها غير خوتها، الله يحفظهم ليها ان شاء الله ويبارك لها في خوتها. خوها ابت الا قلت لخوها لازم تديني اغلى حول من تاعي، لو غاف نتاعي، نروح نشوف خالتي جميله نسلم عليها في غوفي. تحيه كبيره ليها، وكذلك تحيه للسيده سميره. جات عندي طلعت الطوموبيل باش نروح فان دو ترافاي، جو فيان دو ديماري، سيتي لو فان دو ترافاي، يافي اون فام كي فوني سبيسيالمون شي موا بور مو دير ان سالو، pour me donner un bisou. مرات تحيه كبيره ليها، وتحيه للسيد ولدها اللي كان يسوق. اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبنتها ربي ينجحها، راهي تخرجت ربي يرزقها منصب عمل ان شاء الله. جاوا عندي هبطوني من طوموبيل باش يسلموا عليا ويشوفوني، ولما ديماريت باش نروح هما كانوا يمشيو ورايا في الطوموبيل، انا روحت وهما ورايا بالطاكسي. الوغ زيرت السيد خويا عمار اللي يخدم معايا، زيرته باش نروح نركب عندهم في الطوموبيل، وداروا لي غنيه شويه وهزيت هذاك الغنى معاهم. على العموم احبائي بزاف ناس راهم ينتقدوا على الغناء الساعه، على الغناء والبندير والزهو. وانا قلت لكم احبائي، قلت لكم وعاودت لكم باللي لست مطربه، ما نعرفش نغني، انا ماني ما عندي اراده، مانيش تاع الفن، مانيش فنانه. واش بكم نتوما؟ هذوك لي كومونتير راكم طيحوا المغال وماكسيموم، حابين طيحوا المغال، ولكن الانسان اذا طلع ربي ما رايحش يهبطوا العبد. على غنيت يا الحاجه، مشي تصلي صلاتك والسبحه نتاعك والذكر والشكر وكل شيء، وتحسبوني انا ما على باليش بلي كاين ربي، كاين الصلاه، كاين القبر، كاين النهايه. حتى في الغناء اللي غنيت لكم راهني غنيت اغاني اللي تشوك اللحم وتخلع الانسان وتفكروا بلي كاين القيامه. اليوم زهو الدنيا وغدوه حساب شرع الله،
انا غنيتها لكم على العموم. وكاينين ثاني ناس احبائي، الف تحيه لكم، حابين نعاود لهم يا الطلبه يا العلماء، علموني في كلام الله باش ندخل باب الجنه. كاينين اوقات الصلاه احبائي، المطربين هنا، الفنانين هنا، لي زارتيست هنا. حبيت نقول لكم تحيه، تحيه اللي زعت اللي جاوني من فرنسا، كواستر كامله، كار كامله للباح كلاو عندي في الغوفي، جاو على جال الشخشوخه تاعي وعلى جال بوغ دوني دي بيزو باش يسلموا عليا. وتحيه كبيره للمعزوزه في فرنسا. ان شاء الله معزوزه حنا دي اللي خلطيشم زيراوي، معزوزه حابه زيراوي بعث لها شوي زيراوي، ان شاء الله دي اللي خلطيشم، ان شاء الله دي اللي نروح عندك كل العباد بخير وعلى خير ان شاء الله. تحيه كبيره ليك، مي فوغ بيزو ساكينه لعيسى، ربما نحفظ ربما نحفظ يا اخي. ني غاك يا عيسى، ني غاك انت كدي ديديكاس يا اخي، قلت لكم راح ندير لكم ديديكاس يكون هايل ان شاء الله. سالي تايوك الفهبور قبيق لاندي فرنسا، رباك يحفظ ان شاء الله. ها ولي ثل الخير، ربي يقبل في الله ونسيم تغري، ربي يقبلوا كل اعمالنا وان شاء الله الصالحه، وربي مداوي الشفاء معزوزه حنا ان شاء الله يا ربي. ادهاس الجزائر وادهاس الغري هدار ونطلي غليب، انت شني غام يا اخي شماك ما خلطي ضايداش من السر صغدا. وكذلك تحيه كبيره لا فامي تاع اختي حدا اللي في فرنسا، ان شاء الله هذه اللي هما مرتاحه حدا حنا، ربي يزياوي الشفاء. تحيه ليك اختي باهيه اللي راهي تبكي عليا في فرنسا كذلك، غاشي كبير، عائله مجادبه، عائله حيوني، اللي نسيتهم يسمحوا لي على العموم، ربك يحفظوك كلية العرشين ويقول لنا جماعة دي فرنسا. برا فرنسا كذلك، الامارات يا حسره، كندا، السعوديه، ربي ان شاء الله يجازيكم بالخير. الولايات البعيده بزاف بزاف هنا في الجزائر على بالي، ولوف الناس راكم تبعوني وعشاقي تاع الغناء يا خوتي. نغاون قلت لكم ماشي نغني انني مطربه ولا فنانه ولا حبه، ما نعرف وين حبه نلحق، مجرد انها قناه قيت لاشين خصغت سيلي، قناه صغيره حابه نطلعها ندير ساعات غناء، غينا قديم نتاع ناس بكري قبل ما ينقرض حتى هو ويزيد يروح. وشفتوني انا في الطرحه نشطح ولا نضرب ندير ولا قالش الواحد نطلع سهرات ليليه، مجرد انني يا خوتي يا خوتي قريت لي كومونتير بناتي. ام حسام الله يصبرك على ولدك يا اختي، الله يصبرك الله يصبرك ان شاء الله عزيزتي. غير راني نحي لكم شويه على خاطركم، كاينه سيده كذلك اختها كانت تتبعني بزاف 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 وتبعت لاختها لي فيديو نتاعي، وعلى الاخر راهي في ذمه الله، تغمدها الله برحمته الواسعه واسكنها في سيح الجنان، وربي يصبرك عليها يا العزيزه. ربي يصبرنا كاع على الناس الملاح اللي كانوا يتبعونا كذلك، يا ما ناس تقاست، يا ما قلوب مجروحه، يا ما ناس الحديد دالهم ما ليهم، يا ما ناس راحوا عائلات عائلات وداهم الحديد كاملين. كل راهي مقيوسه يا خوتي واش بيكم؟ وتحسبوا السيده جميله ما تقراش قران، ما تستقبلش القبله، تصلي مصحف شريف اني درتو تحيه لكبيره لصاحبه كرسي المصحف على العموم، ان شاء الله تذكرتك بالخير يا بنتي، ربي يقبل عليك، مصحف باهي تقرا القران غير على جال المصحف هذاك والكرسي نتاعو. عبدوا ربي قدر المستطاع، ناخذ نصيبنا من الحياه يا خوتي. وقلتها لكم وعاودت اخر مره راح نقولها، ظنيت اخر مره راح نجاوب على هاد لي كومونتير ان شاء الله. اللي ما تعجبوش قناتي، اللي ما يعجبوش المحتوى نتاعي، اللي ما يعجبوش تصرفاتي، قلت لكم متبرجه السيده عاريه، علاش كنت عاريه في العرس تاع الطهاره تاع ولد بنتك؟ كنت لابسه محرمه كحلها هكا عندها الخيوط حسبتوها شعري. على العموم راح نتحاسب وحدي وسأسأل وحدي في قبري، ما كاينش واحد لا راح يختم لي الخاتمه نتاعي، كل واحد بالخاتمه نتاعو. اما حجاج بيت الله، العمره بالدوبل والحج بالدوبل والركوع والسجود والصلايه عيات من سبحان ربي الاعلى وبحمده، وتقصدوهم ما تلقاو فيهم والو. اخي قلتها لكم وعاودت لكم، انا كاينين الناس يبالوا لكم ما يخافوش ربي وداروا قدامهم ما داروا، تصدقوا ما تصدقوا، عاونوا المرضى اللي عندي ما عاونوهم. وانتوما يا اخوتي شحال لساناتكم طوال، افيك تو مي ريسبي. اصحاب التعاليق السلبيه من فضلكم، من فضلكم يعني جو فوزون بخي، من فضلكم اللي عندهم كومونتيرات ماشي ملاح
وحابين يوريو لي ربي ويوريو لي الصلاة ويوريو لي الأذكار ويوريو لي الحجاب ديزابونيو. بكل شرف وبكل اعتزاز ديزابونيو. واش داكم تتفرجوا القناة حتى تتقلقوا على جميلة ولا محروق قلبكم عليا؟ عيتوا ترقدوا تباتوا سهرين وتبكيوا على جميلة اللي راح تدخل النار. وين عم بالكم بلي ندخل النار ولا ندخل الجنة؟ وين عم بالكم درك واش كاين هنا؟ نبان لا انسانة متواضعة بسيطة تخدم نهارها بمية ولا ميتين الف يطلعوا لي في نهاري. ثاني شاك دو جوغ باغ ويكاند نخدم الجمعة والسبت هذا ما كان تطلع لي مية ولا ميتين الف. هذه شهرية تطلع لي شهرية تاع الزوج 27 100 الف. اخوتي واش راح يديروا لي؟ لا فارماسي بدينا هنا. تحية كبيرة لصاحبة لا فارماسي في عريس، تحية ليك بنيتي هزيتيني وهزيتي همومي. الله يحفظك الله يعطيك ما تتمناي. دين في لافارماسي دين في لوبيبا، لوبيبا تاع المياه راهي طلعت وين طلعت. وخليو الدواوات وخليو ليرامات راهم بالديون شي سالك شي ماشي سالك. وخليو إذا مدينا يدنا نطلبو نطلبو يد مساعدة يرحمونا بقى عاونونا. يا أحباب ربي شكون اللي راح يعاون السيدة؟ يا أخي ما مدتلكمش يدي. درت قناة وراني نشتغل فيها راني ناشطة الله يبارك ونزيد نساعد الشعب تاعي الغالي نعاونهم ويعاونوني نفرحهم نزهيهم وهما يطلعوا لي القناة إن شاء الله باش نسلك منها ونفك روحي ونعاون روحي وليكن في علم كل القناة راهي فيها خلل ديجا. ها تقلقتوا عليا القناة راهي فيها خلل ديجا. ثاني ربي يجيب الخير. سولمو حبيت نطلع قناة ويا في البستان شوية ماكلة شوية. تحية كبيرة ليك السيدة اللي قلتي لي برك راح تمرضي الفاميليا تاعك وبناتك ولادك تمرضيهم بالفلفل الكحل. لي زوملات يا سيدتي حياتي كاملة وانا نطيب لي زوملات نلوح فوقهم شوية فلفل الكحل ولا فلفل ابيض وشوية خل ولا شوية قرص سا دون ان تخي بون كو. بنتي ماتت 18 الله يرحمها كانت تاكل قد ما ياكل الفرخ والنظافة مسكينة تعف خلاص وماتت افيك اون ميناجيت ايكي الله يرحمها ويرحم المؤمنين وربي يصبرنا ان شاء الله الكل. انا اللي يكون في علمكم سيدة جميلة ما نشتيش الفاكهة تتغسل. زيدوا كومونتيو ضحكوا شوية معايا وكومونتيو. هاني في صحة جيدة 60 سنة الحمد لله صح ضرتني زيزتي عندي وارم هاني خدليت وعلى على ربي هاني لاباس بيا مازلت نكافح وما زلت نقدم. وتحية للناس اللي جوني هاكي يقردفو هاكي يقردفو اللي في غوفي. تحية كبيرة للسيدة اللي كونت روحها بروحها في آخر العمر وراني ندير افونيري على 60 سنة ندير لافونير نتاعي وتقلقتو نتوما عليا. هاني جو مدي بغوي توتسل هاني قايمة بروحي توتسل ما طلبتكم ما مديت لكم يديا. وإذا كان كاينة معلومة واحدة أخرى اللي تقلق على لاشين تاعي وتقلق على التصرفات نتاعي. على كل حال كنت ندير لكم الفيديو في الجاردة نظرا لسوء الأحوال الجوية رجعت لداخل باش نيفيتي الغبار باش تسمعوني مليح. هاي واحد فيكم اللي زابوني اللي عندي اللي راهم يتبعوني شكون فيكم الفحل يدير لي 5 ملايين للشهر؟ هاني جو مادغاس أو جون اللي تقلقوا يسون تخي زينيرفي من القناة من لاشين هذي. حقا جميلة ماشي مليح اللباس تاعها. جميلة تغني جميلة تطبل جميلة تدخل النار. مهمومين إلى هاد الحدة راكم في حالة يا خويا. ديزابوني وعينيكم ما يشوفوا القناة ما تتفرجوني ما تتقلقوا ما تنعتوا لي ربي سبحانه عز وجل. ما أعظم الرحمن كلما دعوته إلا واستجاب كلما دعوته إلا واستجاب. دعوت ربي وأنا ساجدة فقلت اللهم ارزقني مال حلال زكي طاهرا طيبا كثير مبارك فيه من حيث لا أدري وأعني اللهم بذلك المال على حسن إنفاقه على كل من يستحقه. صح جميلة زوالية بس أقسم وأقسم وأقسم لكم بالله العظيم ما من مرة عاونوني ناس وعطوني صورت وما عاونتش بهم أنا اللي يستحق. الجمرة يحس بها غير اللي عفس عليها يحس بها غير اللي كواتو. طفلة يا أخوتي 21 سنة دركا 5 سنين دخلت العام الخامس من اللي راهي تسوفري وتشرب المهدئات وفي حالة وتحاول تنطق. لا واحد جايب بيا خبر
الالام الشديده اش بنت كاتو هي تتالم وتبكي تبكي عينيها ما بقى فيهم والو من اللي بكى. دي دولغ اللي حصلوا الاطباء في حالتها، راهم حصلوا الاطباء مازالوا ما لقاو لهاش حل باش تروبوزي والو كان من السطر. شكون اللي دز عليا الباب؟ شكون اللي سهر معايا وانا نبات هكا سهره معاها؟ شكون اللي حس بيا؟ كل واحد اخوتي يخمم على روحه، كل واحد يخمم على الهم اللي راه فيه، كل واحد يهز. واللي قدر اللي عنده قلب طيب يشاركني الهموم بالتعاليق الطيبه بالدعاء، وراهم يعاونوني بالدموع اخوتي. اللي قلتها لكم بزاف ناس هم يبكيو كي نغني لهم غناء حزين، غناء تاع القيامه، غناء يخمم على الاخيره. هم الناس يتشوك لحمهم ويبكيو، وراهم طلبوا اغاني نضيفوا لهم شويه، اغاني شويه خفيفه، اغاني شويه نحي لهم على خاطرهم. مرضى راهم يطلبوا اغاني تاع الصحه، راح نجاوبكم ان شاء الله احبائي، راح نغني لكم على الصحه. يا الصحه انا في الخدمه على العموم نتاع الغاشي تاعي الرائع، غاشي طيب، راكم هنا. اقسم لكم بالله العظيم غير كي نسجد وحدي في الصلايه نقول يا ربي اللهم خذ بيد الناس الذين اخذوا بيدي في هذه الحياه على حسن عبور الصراط المستقيم يوم القيامه مثل لمحه البرق. اللهم زد لمن اعطاني مالا زد لهم اجرا، وبارك في اموالهم وزد في اموالهم وارزقهم ان شاء الله المقام الطيب عندك. اللهم حقق امالهم في هذه الدنيا، اللهم يا ربي وصلهم وين بغاو ان شاء الله. راني ندعي وماكسيموم ندعي خاطر كاينين الناس ربي يبارك لهم ويزيدهم ويعطيهم. حسوني حتى بالجوارح، حسوني بدموعهم. جاوني انا درك راني عندي 7 سنين اخوتي وانا في الميليو تاع التوريزم، لا بليبار تاع الغاشي تاع الجزائر عرفتهم، اتصلت بهم واتصلوا بيا وكلاو عندي. فوالا انا درك اعتبروا الحمد لله، الحمد لله وين كنت وين لحقت الحمد لله. بزاف ناس شخصيات بارزة جدا تحية كبيرة لهم، هم يعرفوني ونعرفهم، اعتبروني قامة من قامات الجزائر العظمى. انا امرأة مثال للمرأة الشوية الحرة، مثال للمرأة الصابرة، مثال للمرأة الخدامة، مثال للمرأة اللي ما تستسلمش للسطر تاعها. والله يا خوتي صدقوني انا يبالي العمود الفقري انتهى، يا با دو كولون فيرتيبرال، البلاصة هذه عيانة ميتة خلاص. مالغريتو هاني نخدم بوغ كاني ان بو دارجون نعاون بها روحي. وعلى الوقت اخوتي وعلى الوقت غالي الحال، لا باي تاع الشيخ تدخل اليوم تدخل غدوة، من الله ما تدور عليها اسبوع ومن بعد تنتقدوا. اللي هو في حال ينتقد ومضرور وفي حالة من جميلة ايا تهلا وديروا لي 5 ملايين للشهر، اقسم لكم بالله العظيم والله والله والله. بصح ماشي ديروا لي شهرية نسلك شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ومن بعد نحيوها لي، بغيتها تبقى افي الشهرية طوال حياتي. نقفل القناة، نغلق قناتي خلاص، بصح قناتي راح ان شاء الله تعيشني وتعيش ولادي. وكي نلحقوا عند رب العالمين هذيك الساعة مال الحلال يبان ومال الحرام يبان. هي كاين المال اللي يتزايد ما على بالناش درك المال وينو مال الحلال وينو مال الحرام. اقسم بالله درك الصوارد هادو اللي رانا نكانيوهم هكا نشدوهم على بالناش وينو منهم الحرام وينو الحلال، ودرك راهم تناقضات كثروا. سيدي الرئيس تحية ليه، يا رب يحفظنا سيدي الرئيس، دخلنا المال باش نعيدو، جابنا ملايين الكيباش باش نعيدو. اخي قلت لكم وعاود نعيدو بالديون ولا ما نعيدوش خلاص ولا فلا. كي دخل الخير تاع رب العالمين قالوا لكم درك راهو حرام، لحم المستورد الزوالي ياكل، الحمد لله بك يا ربي. هم يذبحوه ناس يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لكم راكم تاكلوا لحم الخنازير وحرام وماشي مذبوح بسم الله. اوه يا 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 وين بغينا نلحقوا؟ وين بغى الشعب يلحق؟ تخلطت الامور، رانا في تاخير الزمان، قالوها ناس بكري كي تخلطوا الديان. سعدك يا اللي حفظ على دينه. وخلاصة القول وخلاصة الفيديو ونهاية الفيديو هي تحية كبيرة للشعب الغالي، تحية كبيرة لعشاق السيدة جميلة. آخر ما نختم به كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا ربي، اللهم ذكرنا بالشهادتين وارزقنا المقام الطيب عندك يا رب العالمين.
أقول لكم يا أعزائي وأحبائي، لا أيأس من روح الله يوما، أعوذ بالله من اليأس والقنوط. سيدي اللي راكم سيدة اللي راكم تشوفوا فيها وتتفرجوها، لم أيأس من روح الله يوما، هناك رب رقيب يعلم بخفايا الإنسان في اليوم وفي النهار، حي قيوم لا يموت. ترقبوا فيديوهاتي أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.